مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. فرشاة معالجة البقع Spot Healing Brush. هذه الأداة تستخدم لإزالة العيوب والتشوهات في بعض المواقع في الصورة، وذلك باستبدالها بشكل تلقائي بما حولها من الصورة نفسها. والآن مع المثال الذي يوضح استخدام أداة معالجة البقع. لاحظ هذا المنزل بعد استخدام الأداة، كان سابقا بهذه الصورة قبل استخدام الأداة، كان يحتوي شقوق وتصدعات في أماكن مختلفة، وبعد استخدام الأداة أصبح بالصورة هذه. الآن نتعرف كيف نستخدم هذه الأداة. نتجه أولا إلى مكان الأداة في شريط الأدوات Toolbox، بضغطة مستمرة نختار الاختيار الأول Spot Healing Brush Tool، ثم نحدد المقاس المناسب. أظن أن المقاس 50 أو 40 مناسب جدا للاستخدام. نغير طريقة العرض حتى يكون أوضح. نستخدم الأداة مرة أخرى. لاحظ أمر على امتداد هذا الشق، ثم أرفع يدي بالماوس، يقوم بشكل تلقائي بإصلاحه بما حوله من السليم. بنفس الطريقة هنا وهنا أيضا وهذا وهذا الشق أيضا، أيضا هذه الجهة لاحظ الآن قبل وبعد، هذه قبل وهذا بعد استخدام الأداة. فرشاة المعالجة Healing Brush. تستخدم هذه الأداة لإزالة العيوب من مناطق في الصورة من خلال استبدالها بمناطق أخرى خالية من العيوب يقوم المستخدم بتحديدها مسبقا. وإليك المثال التالي. لاحظ هذه الصورة، نتكلم عن نوافذ، هذه الثلاث نوافذ، انظر هذا قبل عملية الإصلاح ثم بعد استخدام هذه الفرشاة أصبحت بالشكل التالي. نبدأ من البداية ونحاول تطبيق هذه المهارة. نتوجه إلى أداة الهيلينج برش في نفس المجموعة، مجموعة الهيلينج ثاني واحدة، وبعدها نختار المقاس المناسب أو السايز المناسب لها. هذا صغير، نخليه بالأربعين، لا كثير، 40 30 كافي، 30 هذا حجم مناسب. أريد أن أخذ نسخة من جزء سليم وهي هذه النافذة ووضعها في هذه النافذة. للقيام بذلك نضغط بالكيبورد على مفتاح Alt، يتحول مؤشر الماوس بالصورة هذه، ثم نحدد النقطة التي نريد نسخها وليكن هذه الجزئية، هذا الجزء، ضغطة بالماوس، ثم أرفع يدي من Alt وأتوجه إلى الجزء الآخر يريني ماذا يمكن أن أقوم بعملية النسخ ومن أين أبدأ النسخ وأستمر به الصورة، ثم أنزل أسفل. ما هو موجود على علامة الزائد ينتقل إلى الدائرة من أعلى إلى أسفل، وأي توجه وأي حركة يأخذها من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. هذه محاولة، ننظر ما الذي حصل. بعد الانتهاء أرفع يدي من الماوس. هذا الجزء الأول. الآن أريد تطبيق على هذه النافذة. أيضا أخذ النافذة السليمة الأولى، نختار نقطة ونفرض أعلاها، أعلى نقطة، بضغطة واحدة بالماوس باستخدام Alt، ثم رفع اليد والتوجه إلى المكان الذي أريد القيام بعملية النسخ، وأنزل إلى أسفل. أي شيء موجود
الطاقة غير موجودة للأسف، لكن محاولة. تقريبا هذا هو الموضوع. انظر إلى قبل، انظر إلى بعد. أداة العين الحمراء Red Eye، تستخدم هذه الأداة للتغلب على مشكلة ظهور حدقة العين باللون الأحمر نتيجة لانعكاس الإضاءة على العين. ولتطبيق هذه المهارة نأخذ هذا المثال. لاحظ الصورة التي أمامي، العيون حدقة العين حمراء، وباستخدام هذه الأداة أصبحت الشكل الطبيعي المعتاد. هذا سابقا الأصل، وهذا بعد استخدام أداة Red Eye. كيف نستخدم هذه الأداة؟ نذهب إلى نفس المكان السابق وهو الهيلينج، مجموعة الهيلينج، ونتوجه إلى آخر اختيار Red Eye 2. خصائصها الحجم، وأظنه مناسب. نذهب إلى العين الحمراء بضغطة واحدة هنا وضغطة واحدة هنا، يقوم بتحويلها إلى الشكل الطبيعي. لاحظ قبل هذه الصورة الأصلية، وبعد تطبيق أداة Red Eye تحولت العيون إلى الشكل الطبيعي الحقيقي.